تمام بدون صوت. فالسوليوشن شو يعني سوليوشن؟ سوليوشن مكون من تو اتليست كومبوزيشن اللي هو ايه؟ سولفنت والسولفنت. مين بيكون دايب الثاني؟ بيكون عندنا دايب عندنا دي السولفنت والسوليوت ممكن يكون عندنا واحد وممكن يكون عندنا اكثر، والسولفنت ممكن يكون عندنا واحد وممكن يكون عندنا ايه؟ ميكستشر عندنا سولفنت، بس لازم يكونوا ايش معهم؟ مثل ايميج عندنا ابر. فالسوليبيليتي هي عباره عن تيرت واكسبريشن للكونسنتريشن عندنا اوف سوليوت، قد ايه عندك سوليوت سواء كان عندنا جرام سوليوت بيرنا جرام عندنا اوف سولفنت او amount of an solute there is volume of solvent. تمام؟ على درجة حرارة وتمبريتشر عنا معينة، لأنه التمبريتشر بتأثر على solubility. فيوجد كل ما زادت التمبريتشر زاد عنا solubility، بس هذا مش دائما، لأنه في عنا sub compound مثل عنا CA أو H2 بزيادة عنا التمبريتشر بترسب. شو يعني بترسب؟ يعني قلت الدائمية بزيادة عندنا التمبريتشر. لايف ووتر. ايش؟ لايف ووتر. اللايف ووتر. يس. تمام؟ فالسوليوبيليتي هي عبارة عن كوانتيتيف تيرم بتحدد لي اياها. اوكي؟ طيب ليش بصير عندي سوليوبيليتي؟ ليش هالسوليوت بدوب بالسولفنت؟ ليش بده يدوب بالسولفنت؟ لأنه في انتر اكشن بين عندنا السوليوت وبين السولفنت، اوكي؟ فإذا قلت عندنا أنا عندي سوليوت A و solvent B، فإذا كانوا هدول عنا solvent أو عنا solute عنا AA الكوهيسف عنا forces لإلهم كتير قوية، هل رح يقدر يدوب بالسولفنت؟ ما رح يقدر يدوب، فلازم تكون عنا الأدهيسف عنا force بين عنا A و B أقل أو على الأقل تساوي إيش الكوهيسف forces بين A و A وبين عنا B و B، otherwise كل شيء بضل لحاله. اوكي؟ بدل ما عندنا السوليوت اكبر او تساوي. تمام؟ فالسوليوبيليتي هي عباره عن بروبريتي كمان عندنا للماتيريال، وبنقدر نغير سوليوبيليتي ونزيدها انك تعمل كيميكال موديفيكيشن. اوكي؟ شو يعني؟ يعني اذا عندي نان بولر كومباوند هل بدوب بالووتر؟ لا، حطيت له بولر جروب راح تزداد دائبيته بالووتر، فانت عملت ايش؟ كيميكال موديفيكيشن لهالكومباوند عندنا الموجود عندكم. في عندي انذر تيرم دائما بتسمعوه اللي هو عندنا الديسوليوشن. طيب شو يعني الديسوليوشن؟ سرعة السوليوت سرعة الريت، اوكي؟ لحتى يدوب، فهذا عندنا بيقيس لي الريت at which the drug dissolves from another solid. الستيت هو عبارة عن extrinsic material عنا property و can be changed، نقدر نغيره. أول شيء مرة عم تتذكر لما كنا ناخذ السوليد إني أزيد عن الديسوليوشن، ليش كان أزيد الديسوليوشن؟ البارتيكل سايز ريدكشن، صح؟ قلنا كل ما قلت عنا البارتيكل سايز شو كان؟ كنا نزيد عنا السيرفس اريا، كنا نزيد عنا الكونتاكت تايم، ونزيد عنا الديسوليوشن. تمام؟ فأنا في عندي different عنا modifications بقدر to be applied لحتى نزيد عنا dissolution عنا rate، منهم عنا الكيميكال نعمل chemical modification للكومباوند، والphysical مثل اني اقلل عنا البارتيكل احنا صار او نعمل عنا complexation مثل اللي راح نشرحه later on، surface نغير عنا السيرفس عنا properties لإلهم، الويتنج ايجنت كمان صح؟ انه نزيد عنا الويتنج عنا لإلهم ونعمل عنا modification، او في عندي سولوبلايزيشن تكنيكس رح نيجي لهم واحد واحد كيف انا ازيد السوليبيليتي لهم. فالسوليبيليتي بتنقاس على الساتوريشن. شو يعني ساتوريشن؟ يعني وصل حد الاشباع. شو يعني حد الاشباع؟ يعني بتضل يحط سوليوت 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 لحد خلاص اي كميه اضافيه بتحتاج تصيرها بريسيبيتيشن. تمام؟ على ديفاين عندنا تمبريتشر وبرشر. تمام؟ اوكي؟ فالسوليبيليتي للدراج ممكن نحن كونه السوليبيليتي حكينا كونسنتريشن. تمام؟ فالكونسنتريشن انا ممكن عندنا نسيبها عندنا اكسبريشن بالمولاريتي، المولاريتي، برسنتج، ديفرنت عندنا اكسبريشن، والمواد عندنا حسب عن اليو اس بي اللي هو من يونايتد ستيت عندنا فارماكوبيا بحكي لي عن الليستنج لا الماتيريالز عندنا الموجودين حسب قد ايه بدك مللي لتر من
solvent نتذوب 1 جرام اوكي من عنا السوليوت وطلعوا لنا عنا ديسكريبشن عنا فورمولا سوليوبيلتي. فمثلا لما اقول عنا فيري سوليبل شو يعني فيري سوليبل؟ يعني بدك كميه من عنا السولفنت قليله لحتى تذوب هذا السوليوت اوكي. فاذا كان بدك عنا اقل من واحد عنا بارت من السولفنت ريكوايرد فور 1 بارت وعنا اوذر سوليوت بسميها عنا ايش؟ فيري سوليبل. تمام؟ الفري اللي عندنا سوليبل بدك من واحد عنا العشرة بارت من السوليوت رح تدوب 1 بارت من بدك واحد من عشرة بارت من السولفنت رح تدوب 1 بارت اوف عنا ذا سوليوت. بعدين عندنا سوليبل من 10 ل 30 سبرانجلي سوليبل عم تزداد قد ايه بدك سولفنت. تمام؟ لحتى نوصل عنا للسلايتلي سوليبل وفيري سلايتلي سوليبل وبراكتيكالي انسوليبل. ما بدك غير ذلك، اوكي؟ اللي هو انا بدك من اكثر من 10,000 ايش؟ سولفنت، بارت من السولفنت رح تدوب بس 1 بارت من السولفنت. طبعا هذا في انعكاس على السوليبيليتي عندنا رينج، اوكي؟ ينعكس على السوليبيليتي بالنسبه لك. فكل ما كانت الفوليوم اللي بتحتاجه اقل كل ما كانت ايش؟ السوليبيليتي اعلى. تمام؟ اوكي؟ طيب اهم قاعده بالسوليبيليتي انه لايكس ديزولف لايكس. شو يعني؟ البولر بدوب البولر ونان بولر بدوب النان عنا بولر. عشان هيك الووتر بنلاقيه جود سولفنت لا شوجرز وسولتس اوكي. بس عمركم شفتوا ملح بدوب بالزيت؟ لا لا تمام؟ لانه ما في عندنا انتر اكشن بيناتهم. طب ليش الملح بدوب بالمي؟ اللي احنا ايش؟ شو كانت من الانتر اكشن؟ ايون صح؟ اللي هي هاي عندي ال ان ايه سي ال وعندي بولر الووتر. فعندنا ايون بولر انتر اكشن او عندنا ايون داي بولر ونسميها انتر اكشن. تمام؟ فالمينرال عندنا اول على الجهه عندنا المقابله راح تدوب الشغلات اللي هي ما بتدوب بالووتر. تمام؟ اوكي؟ هلا في عندنا ديفرنت هنا فاكتورز اللي بتاثر لي على السوليبيليتي منها هنا البولاريتي وانعكاس لها اصلا حتى اول بقدر اقولهم واحد اللي هو داي هنا الكتريك كونستنت. فالووتر له داي الكتريك كونستنت هنا عالي فالبولاريتي له عالي فبيروح هنا بدور شغلات اللي هي عنا البولر. الشغله الثانيه المهمه قلت لكم اللي هي عنا الانتر اكشن بيننا السولفنت هنا والسيول. فاذا كان عنا السوليوت عنا والسولفر ما في عنا انتر اكشن بيناتهم كل واحد بضل عنا لحاله. والدليل اللي قلنا وقتها انه شغلات عنا بتعمل مثلا عنا الان اي سي ال مع الاتش 2 او الالكوحول مع الاتش 2 او شو العلاقه بيناتهم؟ شو الانتر اكشن بيناتهم؟ هيدروجين بوند فهموا عنا بكونوا هيدروجين عنا بوند مع السولفر وبالتالي بدون اوكي. فاي شيء فيه عنا بولر عنا جروب بتوقع بتخيل انه ايش؟ انه يدوب له على الاقل دائري بالوقت. تمام؟ بس لا تنسوا عنا يا كانت الستراكشر مرات عنا في عندي هيدروجين بدنا بول بس هاي الهيدروجين بول مش موجوده للانتر اكشن مش موجوده لحتى يصير عندنا انتر اكشن مع السولف. تمام؟ شغله ثانيه مرات بيأثر البوزيشن اذا هو عندنا بار ولا ميتر ولا اوردو زي ما راح اجي للمثال الثاني. تمام؟ فمهم مش بس انه اروح اشوف انه في او اتش معناته بحكي خلص حد بصير عم يحضر اكشن مع الووتر، لازم اشوف انا الستركشر ولازم انا اشوف انا البوزيشن لهالبولر عندنا الجروبس عندنا وين موجودين. تمام؟ فالووتر بدور عندنا الشغلات اللي بيقدر يعمل معها هايدروجين بوند. تمام؟ مثل عندنا الالكوهول الفينول الالدهايد الكيتون الامين وكل شيء بيحتوي على اكسجين هنا ونيتروجين بتوقع انه يعمل هيدروجين بوند. تمام؟ ما عندنا الووتر. كمان عندنا الووتر بصير عندنا لوبس مش هو ايش الووتر؟ شو الووتر؟ هي H2O صح؟ في عنده بيرز عندنا اوف الكترون فممكن يعمل يشتغل از لوبس بيس اور اسيد اوكي؟ فممكن عندنا اللوبس عندنا دونر عندنا والاكسيتر هدول عندنا الانتر اكشن لو وصلنا اسيد ولو سبيس يعملوا انتر اكشن
ويزيد عندك السوليوبيليتي. كمان الشغله المهمه الديت بدون تفضل اللي هي اللي عندك بولر جروب لا النان بولر جروب. كل ما زادت النان بولر جروب شو بصير عندنا بالدائريه بالووتر؟ بتقل. شو بصير للدائريه بالاويل؟ بتزيد. اوكي تمام. فاذا زادت عندي الكربون من 4 عنا ل 5 فبتبلش انه قل الدائريه عنا لهذا عن الكومباوند عنا بالووتر لحتى يصير عنا سلايتلي سولابل. فانت عم بتزيد النان بولر جروب. اوكي بتقلل الدائريه. كمان عنا حكينا انه لازم عنا نشوف عنا البرانشينج. البرانشينج بقلل لي الدائريه صح ولا لا؟ ليش؟ لا برانشينج بقلل تزيد الدائريه. ليش بزيد الدائريه؟ بتذكر لما قلنا ان البرانشينج عندنا بقلل النان بولر عندنا انتر اكشن. قلل النان بولر معناته بتزيد عندنا البولاريتي بتزيد الدائريه. تمام فهمنا؟ فلازم عندنا نربطهم عندنا لبعض. طبعا عندنا اذا انا عندي كومباوند وزدت عندنا البولار جروب شو رح يصير للدائريه بتقل؟ زدت البولر جروب بالكومباوند بتزيد لنا الدائريه. تمام؟ اوكي طيب. فالبولر عندنا سولفت مثل عندنا الووتر الهم هاي بولاريتي هاي دايلكتريك كونستانت ممكن انه يعمل عندنا بريك من الكوفالنت عندنا هون عندنا الموجودين ويدوبوا السوليوت. تمام؟ فالووتر عندنا ديزولف صوت وشكر وبالاضافه انهم بيقدروا يعملوا الهيدروجين بوت. اوكي؟ بالمقابل عندنا ان عندنا بولر سولفت انهم لو دايما الكتريك كونستانت وبالتالي لو بولاريتي ما بيقدروا يعملوا عندنا بريك كمان للكوفيرنت للبون الموجوده وللالكترولايت. عشان هيك احنا ما بيدوبوا ما بيقدروا يعملوا عندنا هيدروجين عندنا بون. فهم شو بيدوبوا؟ بيدوبوا الاشياء اللي بيقدروا يحطوا معها بقدر يعملوا نعم عنا بولر عنا انتر اكشن معهم. اوكي مثل عنا اللندن والانديوس عنا دايبر عنا انتر اكشن مثال عليهم ايش الاويل بتقدر تدور مين نعم بولر كمبا البنزين. البنزين بدون بالبوتر دارسين على الامتحان لا بارشل مثل. اوكي فالاويل البنزين عنا مثل بالفين. تمام فهمنا؟ والكربون تترا كلورايد هي هل هو بولر؟ بولر في كربون تترا كلورايد؟ لا معناته وين بدوب؟ بالنان بولر سولفانس او الاول. فهمنا؟ اوكي؟ هلا في عندنا بين عندنا هالسولفانس بولر نان بولر في شيء اسمه عندنا سيمي بولر مثل عندنا الكيتون عندنا والالكوهول. اوكي؟ فهذا عندنا السيمي عندنا بولر اللي دائبية يدور البولر والنان بولر. عشان هيك مرات انا بحط عنا كحول مع بوتر لحتى ازيد الدائبية بسميه عنا ايش؟ كوسولفانسي. اوكي بحط كوسولفان ساعدني هالكحول لانه الكحول قدرته على تذويب النان بولر اعلى من الووتر. تمام؟ لانه هو عبارة عن سيمي بولر عنا سولفان. فالسيمي بولر عنا سولفان فيهم عنا as intermediate عندنا solvent وبيزيد عندنا المسيبيليتي. اوكي بيزيد المسيبيليتي بين النان بولر عندنا والبولر وبالتالي عندنا بيزيد عندنا الدائريه. فمثلا عندنا الاسيتون بيزيد عندنا الايثر عندنا بالووتر. الايثر عندنا بالووتر كمان عندنا partially miscible لحتى ادوب الايثر عندنا بالووتر بحتاج لمساعده مين؟ الكحول او الاسيتون. اوكي ليش؟ لانه هدول عندنا السيمي بولر فبيروح عندنا بدور عندنا الايثر والاثنين عندنا بدوبوا بالووتر. بس اهم شرط اني استخدم عندنا الكوسولفت ايش؟ يكون عندنا ميسبل مع البرايمري سولفت. تمام؟ فهمنا؟ الشغله الثانيه عندنا المهمه اللي بتاثر بالسوليوبيليتي اللي هي عندنا كيميكال نيتشر بالكومباوند. هل عندك بولر جروب ولا ما عندك؟ تمام؟ واذا عندك قد ايه نسبه عندنا البولر للنان عندنا البولر؟ تمام؟ والشغلة الثانية المهمة اللي هي عندنا الستراكشر والسبستيوشن وين عندنا موجودين البيوت فانكشنال البيوت. تمام؟ اوكي؟
كمان من الشغلات اللي بتاثر اللي هي على السيرفس هالنا اريا. كنتوا بتعرفوا انه كل ما زدنا السيرفس هالنا اريا بتزيد لنا الديسوليوشن وبتزيد لنا السوليبيليتي. بس هاي السوليبيليتي مش بناء على الكونتاكت بناء على البريشر. هذا الشيء ما بدي اياكم تعرفوه اللي هي على ايكويشن اسمها كلفن ايكويشن. اوكي فبتزيد عن الساتوريشن سوليبيليتي كمان. تمام كمان انه السايز الشيب السيرفس اريا كلهم عندنا مهمين. الكريستاليتي شو حكينا مره لما كنا نحكي عن البوليمورفيزم انه بعضهم ايوه انه بعضهم لهم عندنا اعلى سوليبيليتي. الامورفس عندنا اعلى. الانهايدروس اعلى من الهايدريت سام تايمز ولا هو ممكن يكون اعلى ممكن يكون عندنا اقل صح مينلي يكونوا اعلى. هاي الهايدريشن عندنا والسولفيشن البرانشنج عندنا مثل عندنا حكينا والاوردر عندنا سوليبيليتي عند البريدكشن بحكي لك كل ما زادت عندنا الميلتينج بوينت والبويلينج بوينت بتاثر على السوليبيليتي. فزياده عندنا البويلينج بوينت بقلل السوليبيليتي وزياده عندنا الميلتينج بوينت كمان عندنا بقلل السوليبيليتي. شو يعني هذا الحكي؟ يعني اذا عندي تو درايز وبدي اشوف هل السوليبيليتي لها عاليه ولا قليله اول شيء بطلع فيه على شو على الميلتينج بوينت. اذا الميلتينج بوينت عالي 300 و400 بتخيل انه السوليبيليتي بتكون قليله. تمام؟ فهمنا؟ هاي الاذر عندنا فاكتور الجدا عندنا مهم اللي هي عندنا سبستيتيوانت الموجودين. هلا سبستيتيوانت قلنا اذا انت حطيت عندنا بولر عندنا جروب شو رح تزيد؟ رح تزيد السوليبيليتي. بس وين هدول عندنا الهايدروفيليك جروبز عندنا اللي بدك تضيفهم؟ اوكي؟ فطلعوا لي هون على الاورثو بوزيشن مثلا للبنزين، بنزين كيف سوليبيليتي لإله بالووتر؟ قليل جدا صح؟ جدا حتى بعتبره غير دائم. اوكي طيب لما احط عنا او اتش جروب عليه شو بصير؟ بزيد البولاريتي معناته انا بزيد الناس اللي بلتي عنا بالووتر. بس وين حطيت عنا الفانكشنال جروب رح يفرق؟ طلعوا هون لما كانوا بالاورث بوزيشن كان عندي اربعه سوليبيليتي لما حطيتها بالميتا بوزيشن زادت. بس طلعوا لي على البارا بوزيشن ايش؟ قالوا بطلوا قادرين على انهم يعملوا هذا الجنب مع اللون. معناته مش بس اني احط زي ما قلت لكم بولر جروب وين تكون هالبولر سبستيوشن عنا تبعها، اوكي؟ وهي عنا ترافقت حتى فرق مع الميلتينج عنا بوينت، اوكي؟ مش زي ما قلنا الميلتينج عنا بوينت. تمام؟ اوكي طيب شغله كمان عندنا المهمه عندنا بالصيدله اللي هي البي اتش. لانه البي اتش على شو بتاثر؟ على الايونيزيشن. مين دايس بيفهم الايونيز؟ للايونيز. والايونيزيشن شو بياثر؟ على السوليوبيليتي صح؟ لانه الايونيز مور سولابل ذان الايونيز صح؟ اوكي فبياثر لي على الديجري اوف ايونيزيشن. كمان عندنا المهم اشوف عن الموليكيولر عن السايز. شو رايكم كل ما زاد السايز زاد السوليبيليتي ولا بتفرق؟ تمام كمان عندنا الانتر اكشن مهم والبروبرتيز عن الكريستال بروبرتيز للسوليوشن للسوليوشن. تمام طيب هلا الموس عندنا تايب فاكتور بتاثر على السوليبيليتي. حكينا عن البي اتش الاسيديك دراج وين بيكون السوليبيليتي لها معنى اكثر؟ ليش؟ أسيدك ما أنا بقول أسيدك يعني شو فيهم؟ ليش؟ بالهاي بي اتش ولا باللو بي اتش؟ ما بده يكون عندنا أي نوع سوري هاي سي اتش 3 سي او او اتش لا الأبزورب شو ما بده يكون عندنا هاد أي نوع لما جماعة مالكم لما تكون عندنا البي اتش اقل من البي كي اي بيكون عندنا ان ايونايزد. هاي ان ايونايزد بالاستمك ان ايونايزد شو يعني سوليبيليتي لإله؟ قليلة اوكي؟ متى بيكون عندنا ايونايزد؟ لما تحطه بالبيس صح؟ العكس لما تكون عندنا
البي اتش عندنا اكثر من البي كي اي، فالاسيديك دراج لهم عندنا لو سوليبيليتي بالاسيديك ميديا. اوكي هذا اشي هيك لازم تحفظوه. هم خربطوا بين الابزوربشن والسوليبيليتي. مين عندنا الابزوربشن اعلى؟ وين الابزوربشن اعلى لها؟ في الاستومك، لانه بيكون عندنا ايش؟ البرميابيليتي اعلى. اوكي لانه ما بيكون عندنا ايونايز، فالايونايز عندنا بيكون مور سوليبل. اوكي فالاسيد كمان بتكون هاي سوليبيليتي لإله بالبيزك عندنا سوليوشن. اوكي واذا كانت عندنا البي اتش اقل من البي كي اي بتكون عندنا ايش؟ ان ايونايت، بتكون عندنا سوليبيليتي لإله قليله، هذا بصير لك بريسيبيتيشن. تمام البيزك دراج، يلا احكوا لي عن البيزك دراج وين بيكون عندنا ايونايت؟ بالاسيديك ميديا العكس يعني. اوكي بيكون عنا ايونايز عنا بالاسيديك عنا ميديا، وبتكون عنا سوليبيليتي لإله اعلى. واذا كان عنا البي اتش ابوف ذا اسيديك ميديا بتبلش له كالسيبيليتيشن. تمام ف الانديسوسييت ذا سبيش هذول ما بقدروا يتفاعلوا مع الوقت. هل السي اتش 3 سي او او اتش له سوليبيليتي؟ هل بس الايونايز 4 له سوليبيليتي؟ هات كمان الى سوليبيليتي، بس كيف بتكون سوليبيليتي لإله مقارنه بالايونايزد 4؟ قليله جدا، بس له سوليبيليتي اسمها انترينزك سوليبيليتي. تمام؟ فهمنا؟ طيب فاذا بسبب انه له سوليبيليتي ما عندي او اتش تبعته، اكيد من الستركتشر تبعته، اوكي؟ ما هو عنده او اتش، عنده سوليبيليتي بس كميتها بتكون قليله مقارنه بالايونايز. اوكي؟ فانا اذا كان عندي مثلا دراج اتش اي فهذا عندنا دراج عندنا له سوليبيليتي. اوكي بسميها عندنا اس نوت للاندسوسييتد بارت. اوكي وساعتها عندنا التوتال عندنا سوليبيليتي له هو السوليبيليتي للاندسوسييتد بارت زائد سوليبيليتي عندنا للايونايز سبيشيز. اوكي وتساوي عندنا تعتمد على ال بي اتش، فالبي اتش سو بي كي اي زائد لو اس ناقص عندنا اس نوت اللي هي عندنا انترنسك سوليبيليتي على التوتال سوليبيليتي. تمام؟ اوكي فمثلا عندي الصفحه دايتين هذا عباره عن اسيد والبي كي اي له 6.48. هلا اذا قلت لكم حطيته على بي اتش 2 هل بيكون داي ولا مش داي؟ ايونايز ولا مش ايونايز؟ خلينا نقول عن ايونايز. اوكي لانه البي اتش اقل من البي كي اي. هذا بيعتمد على شو؟ على هل تنسوا هذا الباك ايكويشن اوكي وين عندنا داي. فانا عندي بده ايش عندنا البي اتش اللي ببلش يصير عندنا فيها بيرسبيتيشن عنا لإله إذا كان عندي الكونسنتريشن 4 في 10 أس ناقص عنا 2 للصلفة دياتي الصوديوم، يعني حكيت لي للأيناز 4 يعني هون حكي لي قيمة عنا S. أوكي؟ وحكي لي عن السوليبيليتي للأسيد اللي هي عنا الأس نوت. فساعتها الـ pH للبريسبيتيشن شو تساوي حكينا؟ بكي إيه؟ زائد لوج الاس ناقص انا اس نوت على اس. اوكي فهي بتعرفوا البي اتش اللي تحتيها ببلش يصير ريسبيتيشن. شو يعني؟ يعني على 8.6 شو بيكون؟ ايونايزد ودايم. اقل من 8.6 ببلش يصير ريسبيتيشن. تمام؟ هي عندنا الاكزاكت بي اتش. طب انا كنت حددت نوع السولفنت. ايش نوع السولفنت؟ ووتر ما احنا حاطينه. بس حاطينها لازم البي اتش تعيد قد ايه السولفنت، السولفنت نفسه. لا بحكي عن الصوديوم من وين اجت؟ ايش هي؟ اللي هي السلفادايازين هو عباره عن اسيد. لما احطه عن البي اتش وصير له عمل ديسوسيشن شو بصير؟ عباره عن صولت. انا حطيته صولت تبعه. اوكي الصولت تبعه. فهو بقول لك قد ايه الدائبيه لما يكون عندنا اسيد وقد ايه الدائبيه لما يكون صولت. اوكي؟ تمام هلا للبيسك دراج نفس الشيء. شو قلنا عنا؟ مثل عنا الرانيتيدين هذول عنا وين بيكونوا دايبين عنا اكثر؟ بيسك دراج بالاسيديك
solution. Okay? Will be at لل precipitation فهو بي كي اي زائد لوج اكس اللي هي عندنا intrinsic solubility او unsolubility لل undissociated inner part على اس ناقص solubility لل undissociated. في عندي drugs بيكون عندنا amphoteric. شو يعني amphoteric؟ يعني عليها ال two charges at the same time مثل عندنا الامينو اسيد والبيبتايدز والبروتين. هذول لهم عندنا اسيدك وبيزك كاركترستكس تمام. فهذول عندنا راح تتذكروا مره لما قلت لكم انه هذا بسميه عندنا ايش سويتر ايون لما يكون نيجاتيف وبوزيتيف. وقلنا البي اتش اللي عندها الماكسيمم عندنا كونسنتريشن من السويتر ايون اسمها عندنا ايزو الكتريك بوينت. ف ايش انا عندي دايب وايش عندنا ايونايز نسبه الايونايز ونسبه عندنا التشارج تعتمد على الايزو عندنا الكتريك بوينت تمام. فاذا كانت عندنا البي اتش فاليو اقل من الايزو عندنا الكتريك هزنا بوينت فبيكون البيسك هو الدومينانت. اوكي البيسك عندنا تايب هو الدومينانت. واذا كانت عندنا البي اتش اباف ذا ايزو عندنا الكتريك هزنا بوينت بعمله از انا اسيديك دروب بيكون هو الكونسنتريشن اعلى ما يمكن تمام. اوكي السولفنتس حنا حكينا عنهم سولفنت انه لايك ديزولف لايك. واذا انت عندك شيء مش جاي بالووتر بقدر انا استخدم انا ايه كول سولفنت مثل ما قلنا الايثانول والاسيتون لهم عندنا سيمي بولاريتي بسميها هاي عنا الطريقه للفول سولفنتس. واهم ايش اهم فاكتور يكونوا عندنا بالتو سولفنتس مثل اوكي بارتيكل سايز. قلنا البارتيكل سايز كل ما قلت عن البارتيكل عندنا سايز بتزيد عندنا ديسوليوشن وبتزيد سيرفيس اير وبتزيد عندنا السوليبيليتي. اوكي الاذر عندنا تايب من لزياده عندنا السوليبيليتي اللي هي عندنا في عندي كومبلكسيشن اي ويل توك اباوت ات ليتر وفي عندي السوليبيليزيشن باي سيرف فاكتور. شو يعني؟ يعني انا اضيف عندنا سيرف فاكتور عشان عندنا ازيد عندنا السوليوبيليتي تمام. هاي الطريقه رح ناخذها ان شاء الله بالتفاصيل بمختبر عندنا الفيزيكال. عندنا مختبرين نحكي عن المصدر انك تحط توين اللي هو عندنا سيرفاكتر وتشوف عندنا كيف تغير السوليوبيليتي عندنا للاسبرين بزياده عندنا الكونسنتريشن للتوين اللي هو عندنا سيرفاكتر تمام. فبسميها عندنا المصدر سوليوبيليزيشن. ممكن عندنا التطبيقات الصيدلانية المايكرو عنا إيمالشن. شو المايكرو عنا إيمالشن؟ اللي هو عنا أويل ووتر بيدوبوا ببعض ما بيدوبوا صح؟ فمنحط لهم إيش وقتها؟ اللي هي عنا السيرفاكتنت عنا الإيمالسفايك عنا إيجا. شو بتفرق المايكرو عنا إيمالشن عن الإيمالشن العادي؟ البارتيكل سايز أصغر. أوكي فهذا يعني إنه أنت ما تستخدم بس وان تايب من سيرفاكتنت نستخدم عنا ميكس شارب عنا أو سيرفاكتنت. في كمان عنا سيرفر عندنا ايمالسفاي دراج نفس الشيء بتعمل عندنا ماي سيلز. اوكي لا دراج كان الكيميكال عندنا موديفيكيشن نعمل سولت. مين اكثر بده سولت ولا الدراج العادي؟ سولت لانه بكون عندنا ايش؟ ايونايز تمام. والكون سولفانس حكينا انه في عندي ميكستشر اوف سولفانس تكون موجوده عندنا. كومبلكسيشن من المثال عليها انه يكون عندي مثلا سايكلودكستر. شو سايكلودكستر؟ عباره عن كومباوند بيكون هيك بهذا الشكل مفتوح هيك. اوكي هذا الكومباوند بيكون من برا بولا ومن جوا نان بولا. فبيجي الدراج تبعي بيدخل جواته. اوكي الدراج النان بولا بيدخل جواته تمام. فسايكلودكسترين هو عباره عن ستارتش اصلا موديفايد الموجود. وحسب قدي عندك اليونت للجلوكوبايرونيز بتكون عندنا السايز تبعه. اوكي ففي عندي الفا وبيتا وغاما. الالفا 6 يونت والبيتا 7 وال8 للغاما. طيب كل ما زاد عندنا اليونت بيزداد ايش؟ السايز الداخلي. اوكي الموجود تمام. فالستركشر لإله الجلوكو عنا بايرونيز مثل عنا الجلوكوز ففي عنده كتير عنا او اتش. اوكي فبيكون عنا خارجيا هيدروفيلك او اتش بيكون مترتبه عنا برا وداخليا
بيكون من هايدروفوبيك هي شكله على شكله هيك ريت سايكل ديكس طلعوا اوكي هون عم بس تزداد ان الجنس فبزداد السايز فمن برا بصير ان هايدروفيلك ومن جوا هايدروفوبيك فبيجي التراك تبعي بدخلهم على جوا طبعا عنا إله هذا بناخده بالتفاصيل ان شاء الله فيزيكال عنا تو اللي هو مثلا بحمي لي الدراج تبعي عشان التاني بيزيد عنا الدائبيه لا الدراج هذا بسميه عنا الانتر اكشن هوست جيست شو يعني؟ يعني كانه ها الهوست بيستضيفه ده اوكي وبيزيد عنا الدائبيه لا تمام فهي الطريقه بسميها كومبلكسيشن تفاصيلها ان شاء الله بناخذها ب خلصت المحاضره اوكي طيب فالكومبلكسيشن خلص بس بدي احكي انه سايكلو ديكستريت وسايكلو ديكستريت له اسماء تجاريه مثل عنا الانكابسين هذا عنا عباره عن هيدروكسي بروبل بيتا سايكلو ديكستريت يعني عليه موديفيكيشن عاميه تمام وهذا موجود عنا بالفارماسيوتيكال عنا يقول 10% من الانكابسين بتزيد عن الديكاميثازول سوليبيليتي 118 مره اوكي وبزيد عن الديازيبام 21 بالمره والايبوبروفين 55 مره يعطيكم العافيه يا